تنظيم داعش الإرهابي يحاول إعادة تنظيم صفوفه في سوريا ويوشك أن ينتعش من جديد. تلك فحوى تحذير دقت من خلاله قوات سوريا الديمقراطية ناقوس خطر صورته بالداهم. في بيان حذر مما وصفه بتداعيات تقاعس المجتمع الدولي عن الأمر، تحذير قسد صادف عشية ذكرى مرور 3 سنوات عن إعلان القوات نفسها القضاء على التنظيم الإرهابي في سوريا بعد معارك خاضتها معه في قرية الباغوز على الحدود العراقية، والتي شكلت آخر معاقل التنظيم في سوريا. حينها تمكنت القوات التي يشكل الأكراد مكونها الأساسي من هزيمة التنظيم بدعم وإسناد من تحالف دولي قادته الولايات المتحدة ولا يزال قائما. لكن التنظيم الذي فقد كل المناطق التي كان يسيطر عليها في سوريا لم يتلاشى على الأقل بشكل تام، فلا يزال ينفذ هجمات إرهابية بين الفينة والأخرى تستهدف القوات الكردية من مخابئ لجأت إليها خلاياه في مناطق نائية. هجمات كان أحدثها هجوم واسع استهدف قبل نحو شهرين سجنا تديره قوات قسد في مدينة الحسكة، وهو الهجوم الذي استدل به كثيرون على قدرة متصاعدة لدى التنظيم الإرهابي على إعادة تنظيم صفوفه. لكن قوات سوريا الديمقراطية ذهبت في تحذيرها أبعد من ذلك، فقالت إن التنظيم الأكثر دموية وإرهابا يحاول ليس فقط إعادة تنظيم صفوفه، بل يطمح للسيطرة من جديد على مناطق في سوريا والعراق أيضاً.